مع اقتراب موعد انطلاق العمليات العسكرية في الموصل وتخليصها من داعش، تزداد حدة التوتر بين العراق وتركيا يوما بعد يوم. تصريحات متبادلة بين البلدين قد تصعد من هذا التوتر وقد تتسبب بتأخير المعركة حسب مراقبين. وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اعتبر أن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في معركة الموصل المرتقبة لن تحقق السلام في العراق، معلنا عن استعداد بلاده الكامل لمحاربة داعش في الموصل، كما اعتبر مشاركة القوات التي تدرب تدربها تركيا في معسكر بعشيقة مهمة لنجاح عملية الموصل. القوات المحلية التي نقوم بتدريبها هي من الموصل وتضم عربا وأكرادا وإيزيديين وتركمانا، ووجودهم في هذه العملية ضروري لإنجاحها. من جانبه اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم تصريحات بغداد الأخيرة عن المعسكر خطيرة واستفزازية، خاصة وأن العراق طالب مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ يبحث الوجود العسكري التركي على أراضيه، كما اعتبر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وجود القوات التركية أحد التحديات قبل عملية الموصل، وهو ما أكده كذلك رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي. أيضا ندعم جهود وزارة الخارجية بطلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تواجد القوات التركية الغير شرعي في الأراضي العراقية، خصوصا مع اقتراب عملية التحرير. تركيا ردت على ذلك بأن جنودها في بعشيقة ينفذون عملا مفيدا للغاية في العراق، وأنه ليس لديهم موقف عدائي تجاه العراق كونهم يحاربون داعش. ملوك الشيخ، العربية.